اللهم لك الحمد أن بلغتنا رمضان، فارزقنا بفضل أيامه المباركة القناعة والرضا بما قسمت لنا في الدنيا، فلا نغتر إن أصبنا شيء من رزق الدنيا، ولا نحزن إن فاتنا شيء منها. اللهم ارضنا بما رزقتنا من زينة الحياة الدنيا، واجعلها إعانة لنا في طاعتك وطريقا إلى جنتك. اللهم اجعل لنا نصيبا من كل خير تقسمه وكل رزق تبسطه، وارزقنا القناعة والرضا يا رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.